للمأكولات وأنواعها المختلفة، الباكستاني منها وغير الباكستاني، النادر والمألوف، مهرجان خاص هنا في باكستان. توجد هنا أكلات المميزة في باكستان، وهي أكلة تعتبر مشهورة جدا في المناطق الشمالية والمناطق القبلية، خليط من اللحم والبهار والكثير جدا من الأمور المعقدة التي سنتعرف عليها من خلال حديثنا مع الطاهي في هذا المكان. إن هذا الطبق يسمى كباب الشبلي، وهو خليط من اللحم والنخاع العظم والبيض والرمان والفلفل الأحمر والأخضر، وهو طبق شهير في مدينة بيشاور وعند البشتون. فأهلا بكم إلى بيشاور من إسلام أباد. هناك أكلات كثيرة مثل حساء البيض، وهي أطباق تقليدية، ولكن الجديد هو تقديمها إلى سكان إسلام أباد، وهذا ما يعمل عليه المهرجان. سنتعرف في هذا الجانب على البيتزا الباكستانية وأهم ما يميز هذه البيتزا عن البيتزا المتعرف عليها في الدول الأخرى. توجد عندنا أنواع مختلفة للبيتزا، وهي تتميز بالبهارات المختلفة التي نستخدمها، وهذا أهم ما يميز البيتزا في باكستان. إن هذا المهرجان رائع للعائلات للاستراحة من الدراسة والأعمال، ولقد جئت إلى هنا مع قريبة زينب بعد انتهائنا من الامتحانات، وهو مهرجان رائع. بكير يونس، إسلام أباد، الميادين.